إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع أسعد باستضافة الدكتورة سميرة أم بوعزة، محافظ تراث بالمركز التفسيري للباس التقليدي بولاية تلمسان. صباح الخير. صباح الخير أخت زهيدة، وصباح الخير على المستمعين والمشاهدين جميعا. نعم، أهلا بك. بداية، أنت كمحافظ تراث بالمركز التفسيري للباس التقليدي بتلمسان، ربما لما نتكلم عن المركز التفسيري ماذا نتكلم؟ عرفينا أكثر عن بهذا المركز ومهامه أيضا. فعلا، أول شيء نقول عن بلادنا الجزائر، نعلم أن الجزائر هي جزائر القارة غنية بتراثها المادي والغير مادي، والجميع يعلم أن الجزائر صدرت قوانين لحماية هذا الموروث الثقافي، ومن بين هذه الأمور قامت مؤخرا يعني منذ سنوات من بإنشاء هذه المؤسسة المتحفية الثقافية الجديدة ذات طابع مميز، والملقبة بالمركز التفسيري للطابع المتحفي لللباس التقليدي الجزائري والممارسات الشعبية في إطار إحياء العادات والتقاليد والمناسبات الدينية. هذه المؤسسة هي أول مؤسسة على المستوى العربي، يعني هذا شرف وفخر للجزائر أن تكون في هذه المؤسسة. نجد مثل هذه المؤسسة في الدول الغربية والأوروبية، لكن في الوطن العربي هي أول مؤسسة. وقد تم فتح هذه المؤسسة إثر تسجيل أو تصنيف الشدة التمثيلية كتراث عالمي غير مادي من قبل منظمة اليونسكو. هذه المؤسسة ارتأت أن تكون في تلمسان، هي مؤسسة وطنية. لماذا في تلمسان؟ لأنه بعد البحوث التي أجريت وقدمت للوزارة، أن تلمسان هي الولاية الوحيدة التي جمعت التراث الغير مادي في لباسها التقليدي، فأي لباس تقليدي نجده في ولاية أخرى إلا ونجده كذلك في تلمسان. هذا أولا سبب فتح هذه المؤسسة. مهام المؤسسة المؤسسة تابعة لوزارة الثقافة. نعم. فعلا هي ذات طابع متحفي، يعني مركز للبحث والعرض، يعني عندها مهامين يعني أو صفتين. هذا اللي قلت لك عليه، أنه ذات طابع مميز، أنها تقوم بالبحث وفي نفس الوقت ذات طابع متحفي، يعني عندنا قاعة عرض ثابتة طوال السنة هي خاصة بعرض اللباس التقليدي الجزائري. المهام نتاع هذه المؤسسة أنها تقوم بالبحث الميداني أو التنقيب الميداني في الولايات حول التراث الغير مادي، يعني نقوم بالبحث عن العادات والتقاليد، وإذا قلنا العادات والتقاليد راح تجمع كل ما هو يخص الممارسات الشعبية، سواء اللباس، الحلي، الأكلات التقليدية إلى آخره. إذا هذا البحث الميداني نقوم بعد ما نجمع المادة، نقوم ببلورتها مطابقة بما هو موجود في المصادر والمراجع، وفي الآخر يعني تلك الحوصلة نقدمها للمجتمع المدني على شكل معرض حي، إضافة لمحاضرات أو ملتقيات، كذلك عبر كتالوجات تقدم كذلك للمجتمع المدني وللباحثين في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلم الآثار والتاريخ، يعني كما قلت لك أنه كذلك مركز للبحث. إذا هذا هو مهام المركز، إضافة لحماية الموروث الثقافي من نعم، الاندثار، وتساهم في تصنيف التراث الغير مادي عالميا من طرف منظمة اليونسكو. نعم، واضح. سنتكلم أيضا عن الموروث الثقافي خصوصا في ولاية تلمسان، يعني الجزائر كما قلتي بلد بحجم قارة
العديد من الولايات، كل ولاية وعاداتها وتقاليدها وموروثها الثقافي الخاص بها، أيضا لباسها أيضا الخاص بها، لباس تلمسان فقط، واسمه، ما اسمه سامية؟ شدة الإنسانية. شدة تلمسانية، ما فيش في قندورة يعني خاصة بلباس تلمسان؟ يعني شدة الإنسانية هي كامل اللباس، كامل يعني كامل لباس. ها كامل صحيح. الساحة، لكن يعني هي مقسمة. عندنا القرفطان اللي هو يميز تلمسان، إذا القرفطان التلمساني هو ما يميز هذا القفطان، كامل في الألبس. القرفطان، القرفطان بالراء، القرفطان، قرفطان، نعم. لأنه الفرق بين القفطان والقرفطان، القرفطان هو قصير لكن القفطان طويل. طويل القرفطان. القرفطان يلبس مع بلوزة المنسوج، يعني تكون بلوزة المنسوج وبعدها القرفطان والفوطة والحزام، وبعدها تعمل الاكسسوارات نتاع اللي عندها علاقة بالشدة. يعني هذه هي شدة إذا هذا لمسانية اللي تميز هي شدة ناس لمسانية. الغرب، خليني نقول نعم. بالضبط بالضبط، يعني ما نقولوش غير تلمسان، صح هي ظهرت في تلمسان ولكن توسعت واصبحت يعني حاليا مؤخرا لاحظنا انها تقريبا راهي موجوده في كل ولايات الجزائر. شفتوا لكن هنا في خصوصا الغرب الولايات الغربية الجزائر. فعلا، نعم سواء بوهران، بمستغانم، بالعباس، موشن، غليزان، يعني نعم تموشن كذلك نعم فعلا. تحية خاصة 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 لكل سكان الغرب، تلمسان، تموشن، وهران، سيدي بلعباس، الله يسلمك. كيارت. إذا نتكلم أكثر عن لباس تقليدي في ولاية تلمسان، أنتم كمركز تفسيري للباس التقليدي، يعني كنت قلتي أنه من بين المهام والأهداف هو الحفاظ عن الموروث الثقافي، انتم يعني تهتموا فقط بما يخص العادات والتقاليد، الموروث الثقافي الخاصة بولاية فعلا تلمسان. فعلا فعلا حدثينا أكثر عن هذا، عن تفاصيل ربما فعلا مهامكم. فعلا كما قلت انه مهام المركز التفسيري من مهامه انه يركز على العادات والتقاليد والممارسات الشعبيه، مثلا الحرف التقليديه، سواء حرفه المجبول، حرفه الفتله، حرفه الشبيكه، حرفه خاصه الحرف اللي راهي بدات تندثر، مثلا حرفه الشبيكه اللي راهي يعني نجد ناس قلال يخدموا هذه الصنعه. إذا نحن من مهام المركز أنه نعود نعمل لها إحياء، يعني في الاسم نتاع المركز في إطار إحياء، يعني نحن إعادة إحياء هذا الموروث الثقافي. كذلك حرفة الرسم على الفخار وعلى القماش، يعني حتى الرقصات الشعبية، يعني حتى الرقصات نعم الشعبية هي ضمن نعم هما الممارسات نشاطات الشعبية. تقوم بهم انتما في المركز. فعلا كل اها موسم إلا عنده نشاطاته، يعني المركز ما يحبسش من النشاطات. حتى في جائحة الكورونا كان يعني نشاطات كانت متواصلة عبر التواصل الاجتماعي، يعني كانت نشاطات افتراضية. عفوا، النشاطات تكون مثلا في 8 مارس عندنا نشاطات تخص المرأة، مسابقات لمصممات الأزياء في اللباس التقليدي، كذلك مسابقات في الحرف التقليدية، ورشات، عرض أزياء، هذه مثلا في تحضيرا ل 8 مارس، وهذا تشجيع لمصممات الأزياء والحرفيات. كذلك مثلا اليوم بإذن الله عندنا نشاط يخص الطفل، هذا النشاط راح يكون حملة تحسيسية في لحماية الموروث الثقافي المادي والغير مادي، فستأتي مجموعة من الأطفال من مؤسسة ابن خلدون إلى المركز التفسيري. هنا راح يكون عندنا شيئان، يعني راح تكون زيارة للموروث الثقافي المادي، يعني لأنه أصلا مقر المركز التفسيري هو في القلعة الزيانية الأثرية اللي عندها 7 قرون، وبالضبط في القصر الملكي الزياني. إذا راح يتعرفوا على الآثار أول شيء،
ومن أين أتت، كيف بنيت، الغاية منها إلى آخره. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنهم راح يزوروا المعرض أو المتحف اللباس التقليدي الجزائري والتعرف على الألبسة التقليدية الجزائرية. هذا الجانب أو الشق الثاني من الحملة. وبعدها عندنا ورشة للرسم وصناعة الدمى التقليدية، ورسم محاولة رسم التصميم لللباس التقليدي الجزائري. نعم لباس كذلك عندنا في نعم رمضان، معرض لمراحل المرأة، كيفاش تحضر لي رمضان، يعني تحضيرات المرأة قبل رمضان نعم وأعمال المرأة في وسط رمضان وبعدها في يوم العيد، تحضير طاولة العيد، نعم لبسة طيب العيد إلى ماشي آخره. طيب ماشي. حنايا اليوم رانا في جولة في ولاية تلمسان، تكلمنا عن اللباس خاص بتلمسان الأعراس، حطينا عن المأكولات. المأكولات كيقول لك تلمسان يقولوا الحريرة، لأن المأكولة يعني أكلة معروفة بها تلمسان هي الحريرة، الحريرة التلمسانية. كذلك طاجين زيتون، طاجين الحلو، طاجين المحمر، وطاجين المحمر بزاف اللي ما يعرفوش، الطاجين المحمر هو تقريبا يشبه المسوم ولكن ماشي مسوم، هو عبارة عن اللحم مع المرق برك، هذا ما كان. إذا هذا عيطولو الطاجين المحمر. عندنا كذلك الفلفل، وبعض يعني السلطة الخاصة بتلمسان، نعم حتى السفة إضافة تلمسانية، السفة للخبز مميز. سفة التلمسانية صغيرة. السفة هو آخر شيء، السفة هي آخر شيء، يا إما تقدم كأكلة مع اللبن أو تقدم في مع الشاي بالمكسر. نعم صحيح. نتكلم عن اللباس ونعود للحديث عن اللباس التقليدي في ولاية تلمسان. كنت قلتي أنه نحن كمركز تفسيري من مهامنا هو تصنيف، المساهمة في تصنيف اللباس التقليدي وفي الجزائر بصفة عامة. لماذا في فعلا العالم بأسره لما نتكلم على أنواع اللباس في الجزائر أو في البلدان متعددة، كل بلد عنده لباس واحد يجمع أو يعبر عن هوية ذلك البلد. الجزائر لماذا لحد الآن لم نتفق على لباس معين الذي يعبر عن هوية الجزائر؟ سؤال في محله، وراح سأجيبك على هذا السؤال. لماذا؟ لأنه أصلا في الجزائر ما عندناش لباس موحد، هذا أول شيء. لماذا؟ السبب راجع للأحداث التي جرت على أرض الجزائر. كما قلنا أن الجزائر قارة شاسعة في مساحتها وتاريخها وحضاراتها، فنجد عدة حضارات مرت على هذه الأرض الطيبة، فكل حضارة إلا وتركت لمسة من العادات والتقاليد. مثلا إذا كنا في تحدثنا مثلا عن منطقة الشرق، إذا منطقة الشرق نجد أنهم عندهم عدة ألبسة كذلك، نجد عندهم البلوزة، عندهم الشاوية، عندهم العباية. إذا هذه مثلا الشاوية انتشرت في الفترة الرومانية، في الفترة الرومانية انتشرت بكثرة. لماذا؟ نعرف أن الشاوية هي تعود للعهد الأمازيغي، ولكن لماذا انتشرت في الفترة الرومانية بالضبط؟ لأن الرومان استولوا على كامل الشرق، وصلت حتى للغرب الجزائري، فالرومان أخذوا هذا اللباس الأمازيغي، يعني بعد ما أخذوا الأرض أخذوا حتى الموروث الخاص بهم، فانتشر هذا اللباس. مثلا نجد اللباس البلوزة الذي انتشر في بعد فترة الفتوحات الإسلامية، إذا نجد هذا اللباس منتشر. نجد مثلا الفترة العثمانية، نجد كذلك اللباس العهد العثماني. الجزائر كان أصلا شعبها كان عنده لباس خاص، ولكن كل فترة، كل احتلال، أو ما نقولوش احتلال، كل تواجد
لحضارة إلا وتركت اللمسة نتاعها. فلذلك نجد ذلك التنوع في الألبسة. لباس تلمسان يختلف عن لباس العاصمة، لباس العاصمة يختلف عن لباس قسنطينة، لباس قسنطينة يختلف عن لباس نعم باتنا إلى آخره. متفقين متفقين على هذه النقطة، ولكن لماذا لم نتفق على لباس واحد، لباس رسمي ليعبر على هوية الشخصية؟ هذا لازم تحالف في 48 ولاية، لازم هما يتحالفوا باش يخليو يعملوا لباس خاص بالجزائر، وهذا ما نظن انه ما طيب راحش يكون اللي معروف في لباس الجزائر موحد، هو شيء واحد فقط نعم، هو واللي البرنوص. هو نعم البرنوص البرنوص. البرنوص فعلا نعم نشاهد البرنوص حتى هو في اللباس المحافل الواحد. الدولية دكتورة، نشاهدوا أنه الكراكو ربما هو اللي أكثر تداول في المحافل الدولية تداول الرسمية. لأنه نعم فعلا لأنه خفيف أولا، يعني خفيف في الاقتناء، كذلك جميل جدا ومميز، يعطي كلاس. الأناقة الأكثر. نعم فهذه هي بالضبط كلاس، يعني ماشي كيما البلوزة. البلوزة يعني ممكن أو البلوزة أو الملحفة حتى هما عندهم يعني جمال بهار، ولكن المرأة دائما تميل للكراكو لأكثر، هو أكثر أناقة وكلاس بزاف، يعني راح يساعدها سواء في الحركة سواء في نعم مقبلة لا بريزونتاسيون اكسيتيرا. نعم ألوغ لذلك النساء نعم يروحوا المركز نعم المركز التفسيري للباس تقليدي بتلمسان، وعلى غرار المراكز التي تهتم بحماية التراث الجزائري خصوصا اللباس في الجزائر، ما هو دورها عندما ترى بلدان عربية تنسب مثلا ألبسة خاصة لها وتقول أنه مثلا الكراكو ولا القفطان هو خاص بذلك البلد، ما هو دورها في هذا الموضوع؟ كما حدث مثلا في بعد ما وجد في البلد الجنطة الوحدية. نعم لأن أعتقد أنه هناك فقط خلل في التواصل وخلل في الصورة، إذا ستعود لنا نذكر سميرة أم بوعز محافظ بتراث بالمركز التفسيري للباس التقليدي بولاية تلمسان، سنعيد الاتصال بها. إذا اللباس التقليدي كما نعلم الجزائر من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، كل منطقة تختلف عن منطقة أخرى. إذا الشرق في لباس خاص باللباس الشاوي الصيفي القندورة القسنطيني أيضا، وفي ولاية قسنطينة معروفة بألبستها الخاصة أيضا. الغرب معروفين بالبلوزة كما تطرقت الدكتورة، إذا هناك البلوزة والشدة والقندورة أيضا. إذا الجنوب الجزائري أيضا لديه لباس خاص به، الشمال أيضا النايلي أيضا، والعديد من الألبسة التي تسخر بها الجزائر، وهذا الشيء الذي يميز الجزائر وتنوع الطابع الثقافي الموروث الثقافي في الجزائر من ولاية إلى ولاية، تختلف من عاداتها وتقاليدها حتى اللباس حتى المأكولات وحتى اللهجة، هذا الشيء الذي يميز الجزائر. إذا ربما النقطة التي كنا سنعالجها مع دكتورة، أتمنى أن تعود للحديث أكثر حول كيفية ترويج الموروث الثقافي خصوصا اللباس الجزائري في المحافل الدولية، لباس واحد يعبر عن الجزائر بصفة عامة. إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود. تنضم إلينا من جديد دكتورة سميرة أم بوعزة محافظ تراث بالمركز التفسيري للباس التقليدي بولاية تلمسان، ولكن عبر خدمة الهاتف نظرا للخلل التقني على مستوى الانترنت. اذا عودة اليك من جديد سيدتي، صباح الخير. نعم دكتورة هل انت في الاستماع؟ نعم في الاستماع.
نعم، جديدة. أهلا وسهلا. كنا أعتذر عن نتكلم الانقطاع. عن اللباس التقليدي في الجزائر، و نتكلم عن الموروث، اللباس التقليدي في الجزائر، و ربما الشيء الذي يميز، قلت الجزائر، هو اختلاف هذا الموروث من ولاية إلى ولاية، من منطقة إلى منطقة. وأيضا نتكلم عن المحافل الدولية، لماذا لا يوجد لباس خاص نتفق عليه يعني يعبر عن هوية الجزائر؟ هناك بعض الدول ربما تنسب لها العديد من الألبسة الجزائرية الأصل، وتقول أنها أصلها من تلك البلد. فعلا أشرنا إلى هذه النقاط. كما سألتني أنه دور المركز التفسيري في حماية الموروث أثناء السلب من بعض الجيران، فمثلا كما حدث عن البلوزة، قام المركز التفسيري حينها بعرض تطور كل أنواع البلوزة التقليدية الجزائرية وتطورها من العدم إلى ما هو عليه حاليا. أين تم يعني العرض؟ أين تم العرض؟ في على المركز، يعني في مقر المركز التفسيري. لماذا لا نرى مثل هذه العروض في المحافل الدولية، مشاركات فعلا للجزائر؟ كان ذلك. لقد يعني أنا شخصيا كنت في 2000 في 2019 كانت لنا الفرصة أن نشارك في فعالية عالمية بالشارقة، كانت دعوة من معهد الشارقة للتراث، فقمنا بعرض كل أنواع الألبسة التقليدية الجزائرية ومن بينها البلوزة، وهذا ما فتح يعني باب ل نقول المنافسة، أو نقول يعني هي الغيرة، أسميها غيرة. فكانت يعني كل أنواع البلوزة، يعني أنواع البلوزة بالجزائر، وقدمت على المسرح، كذلك الكراكو، الملحفة الصحراوية، الحايك، الجبة القبيلية، القسنطينية، الصيفية، يعني كانت أنواع متعددة على المسرح ونالت إعجاب الكثير. وحتى في المحاضرة، يعني محاضرة علمية أكاديمية، قمت شخصيا بإلقاء هذه المحاضرة للتعريف بالموروث الجزائري. بعدها مباشرة يعني تعرضت الجزائر للكثير من الهجمات حول الموروث الثقافي، سواء المادي أو الغير مادي. هذه هنا المهام المؤسسة أو مهام الوزارة غير كافية، يعني ما يقدروش من وحدهم يعني يحافظوا على هذا الموروث. الحفاظ على الموروث لازم يكون مسؤولية بتكاتف من الجميع. المجتمع، فعلا المجتمع نعم المدني إضافة للمسؤولين. نعم الأكيد، كل شخص هو سفير لبلاده، فعلا، لما يكون ودائما يعبر عنه. حول فعلا ودائما في البلوزة، يعني نعرف جميعا أنه مؤخرا كذلك كانت هجمات قوية حول البلوزة، فقامت وزارة الثقافة بتصنيف البلوزة وطنيا ونسعى لتصنيفها عالميا، وقد قامت وزارة الثقافة بفرض شهر التراث الغير مادي كما هو شهر التراث المادي. ففي شهر التراث الغير مادي يعرض فيه كل العادات والتقاليد الجزائرية، وكانت أول احتفالية بهذا الشهر كانت على مستوى قصر الثقافة بقصر مفتي زكريا، شهر كامل لعرض الألبسة التقليدية الجزائرية حول بشعار تحت شعار لباس ذاكرتي وثقافتي، كانت الأولى في نوعها وكانت ناجحة جدا، ونالت رواج داخل وخارج الوطن. يعني هذا ما يحتاج إليه التراث الغير مادي، هو الإنعاش. نعم الإنعاش، صحيح. حتى الإنعاش عبر والترويج مواقع التواصل التواصل. الاجتماعي الآن أصبح فضاء الافتراضي هو فضاء تواصل بين الجميع، العالم والبلدان في العالم. هناك غياب نوعا ما، سواء للمراكز الخاصة بالتراث الجزائري، وأيضا للجزائريين، لما نقول موروث ثقافي فالمسؤولية مسؤولية الجميع. فلماذا هذا الغياب عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
ممكن عدم اهتمام، مش ليس عدم اهتمام الجزائريين، لأنه مؤخرا فعلا هناك الكثير من الجزائريين اللي فتحوا صفحات على الانستغرام وصفحات على الفيسبوك وحتى نعم، يعني مؤخرا في هناك تغريدات في انفتاح، تويتر صحيح. حول يعني اللباس التقليدي الجزائري والموروث الثقافي سواء المادي والغير مادي. ولكن نلاحظ أنه كثير من القرصنة على هذه المواقع، لذلك أصبحت الناس تخاف من ترويج عبر التواصل الاجتماعي. لماذا؟ لأنه كل المعلومات تصب في هذه المواقع، كل الصور تصب في هذه المواقع، فأصبح سهل على البعض نعم أنه نعم يأخذ هذه الصور وهذه المعلومات وتنسب لجهات أخرى. نعم حتى اللباس التقليدي في الجزائر من ناحية السعر ليس في متناول الجميع أيضا، وأيضا من ناحية وفرة الإنتاج أكثر. فعلا، وهذا ما أكدنا عليه يعني مؤخرا في اجتماع، أنه نحاول أن نجد حل وسط حتى لا نعم ما نضيعوش لهذاك الحرفي، نعم لأنه باش تصنع لباس تقليدي ماهوش شيء سهل، يعني نعم يحتاج لمهارة، يحتاج لتعب، فما نضيعوش هذاك الحرفي، وفي نفس الوقت نحافظ على يعني نحاولوا على هذاك الزوالي المسكين كما نقولوا، نعم باش يكون في متناول الجميع، يعني يكون بشكل جميل جدا، يعني اللباس يكون أنيق وجميل، وفي نفس الوقت الثمن تاعو يكون مناسب، واللي يحب حاجة يعني غالية ويكون عنده راح يكون هناك يعني أعمال أخرى. نعم إذا في حين لأنه فقط صراحة نعم لباسنا التقليدي جميل جدا، وجماله هو اللي يفرض الثمن تاعه، لو لم نعم يكن جميلا كما يقولوا ناس بكري قلت شباب تبرد الغلا، يعني حاجة نعم كي تكون شابة حتى صحيح تكون غالية ما توجعكش، صحيح ولكن في نفس الوقت يعني ليس متوفر، ما نعم يكونش في متناول كامل الجميع. نعم في حين يلتحق بنا زميل رمزي وافي ليوافينا بأهم المستجدات وأهم الأنباء، الساعة الآن تشير إلى حوالي 8 بالتمام بتوقيت الجزائر، كلمة أخيرة فقط باختصار. أول شيء نقول لكم يعطيكم الصحة على الاهتمام بهذا الموروث، وأنتم يعني لكم الدور الكبير في هذا الجانب، بارك الله فيكم، وأقول للمجتمع المدني جميعا حافظوا على موروثكم الثقافي قبل الضياع والاندثار، والحفاظ عليه هو ممارسته في نعم الاحتفالات والمناسبات، نعم وتحية لكل الجزائر، ربي يحميها ويحمينا جميعا. نعم شكرا جزيلا دكتورة سميرة أم بوعزة، محافظ التراث بالمركز التفسيري للباس التقليدي بولاية تلمسان. تحية لكل ناس تلمسان من جديد، ناس الغرب بصفة عامة، ولكل المشاهدين.